ايه مش بلا مزح، حلقه جديده مهضومه مع فنان كثير مهضومه. بدكم تعرفوا مين هي؟ طولوا بالكم، خلينا نشوفها سوا. كل المشاهدين بحبوها روح مرحه وعفويه. حزام عن مين عم نحكي؟ عن الممثله رولا شاميه. اهلا وسهلا فيكي رولا. اهلا فيكي. كيفك؟ ماشي الحال. كيف ايامك؟ خبرينا شوي عن شغلي. ايامي كثير منيحه الحمد لله، بعدنا اكيد باسال شيء و بعدنا مستمرين عم نتعب وعم نصور. اكيد ما في شيء بلا تعب. وخبرينا شوي كيف بلشتي انه تفوتي بدومين التمثيل؟ مين شجعك؟ من الاساس انا اصلا كثير بحب التمثيل، كل شيء انه فن كثير بحبه من انا وصغيره، واللي شجعني زياده واللي اصلا فوتني بهالدومين هو نعيم حلاوي، معد برنامج اسال شيء، بيعرف اهله كثير اصحاب مع اهلي، و هو شاف الموهبه اللي عندي وفوتني اول شيء بوعى تنسى ورجعنا اسال شيء. بعدنا انا هلا اسال شيء. طيب كيف بتقضي وقتك برات الفن؟ اكيد مثلي مثل حيالله انسانه عاديه، بروح على السينما، بسهر، نظهر، نتغدى، كلنا برا، يعني حياه طبيعيه. ما بتحسي اوقات تتضايقي لانه مثلا الناس بيعرفوكي او ما بيصير معك هيك شغله محرجه لانك فنانه انه من قبل المشاهدين، انه في شغله مثلا بتضايقك من قبلهم من قبل المشاهدين؟ في كثير، ليكي الحمد لله، لانه كثير قليل لتلاقي فنان مثلا محبوب، هيدي يعني نعمه من عند الله. صح. واكيد ما بتضايق ابدا اذا العالم بتحبني وبتسلم علي، العالم بتحس حالها كانه بتعرفني من قبل، لانه عفويين نحن ببروجرامنا مع العالم. الشغله اللي بتضايق هو انه ما عندك برايفسي بحياتك، الفنان كاجمال مش بس انا رولا شاميه، يعني الفنان ما عنده برايفسي بحياته، بده يضل عم بيعمل الاشياء اللي العالم بتحبها مش اللي هو بحبها، لانه بتعرف الفنان او المعروف بده يضل مراقب من جميع النواحي، بده يضل شو ما عم بيعمل العالم عم تراقبه وعم تشوف شو عم بيعمل اذا صح ولا مش صح ولا. بتآمني بالزواج؟ اكيد اي انسان ما بيآمن بالزواج. يعني بالنسبة لإلك يعني إذا هيدا سنة الحياة الزواج، إذا تقدم لك شخص من دومين الفن، بتحسي إنه هالشغلة بتأثر عليك بطريقة إيجابية ولا سلبية؟ رح أقول لك شغلة، ما في بكل يعني بكل كل عصر مرق، ما في اثنين فنانين تجوزوا وضلوا مع بعض. يعني بتحسي إنه بيكون دائما في تنافس بين الاثنين؟ مش بس تنافس، إجمالا أنا بعتبر الجواز للفنان هو خلص مش إعدامه، بس إنه صار في عنده حياة تانية بده يعملها، بده يقسم حياته. يعني الفنان ما بيقدر يكون مثلا انا كست ما بقدر اكون منتبهه لبيتي ولا لحياتي الزوجيه ولا جوزي ولا اولادي اذا كنت انا عم مثلا، يعني انا بعتبر اذا تجوزت اكيد ما رح اقدر كفي بالفن. قبل ما نجي لعندك رولا، نحن سالنا المشاهدين عنك، يعني عملنا ريبورتاجات مع العالم وسالنا عنك انه اذا ما كنت رولا شاميه ممثله اي مهنة بتختاروا لها؟ خلينا نشوف الريبورتاج. شو اجوبة حلوة مهضومة، شو رأيك نشوف الريبورتاجات سوا؟ ايه اكيد. اوكي وقرر انت اذا مهضومين ولا لا. اوكي يلا. صرت اعمل عادة ازياء. عادة ازياء جربتها بس اول شيء قبل ما بلش بالتمثيل منيحة. شو؟ انت بعتولي انصدمتي؟ لانه قوية كثير بس مش لهالدرجة يعني. الحمد لله. بقى لها تكون مكان ثاني. حلو كثير هيدا. حلويات بس حلو. حلو واقفة عم حط كنافة. إذا بتحب الحلو مش مشكلة بس. هلا كثير بحب الحلو بس ولا مرة يعني فكرت بالموضوع. إيه شو رأيك؟ عم حط حلو. عفيتي ليه لا مثلا؟ تفضل. خبز قبعة كاملة. قمحة كاملة. ليه مسو قمحة؟ انت بدك قمحة يعني. طب شو بننطر لنخبز له؟ تنطرنا بس شي نص ساعة ساعة الا ربع لنخبز؟ ليه؟ طب خد تاخد نص قمحة ضروري قمحة كاملة. في كل شيء فيه ولو ما بتعرف انه كل شيء. عن جد ما عم بمزح. شو؟ ما بتغير رايك؟ ما مستحي اقول لك ما في قمحه كامله. شو ما بعرف.
ما بعرف شو بدي اقول لك، شو غير شيء؟ طب شوف توست، خبز عادي، خبز مرقوق مثلا، شو فرنجة؟ ليه حدا عم يعمل رجيم؟ طب ليه عم تعمل رجيم؟ ما بيك شيء؟ كرشك بده سبور، كرشك عم تعمل سبور. قد ايه وزنك؟ 85. ايوه عم تعمل سبور. كم مرة بالنهار؟ عشية. طب يعني إذا مرة بالنهار عم تعمل سبور فيني أعطيك نص قمحة؟ شو؟ غير شيء؟ بس بدك هلا رغيف خبز قمحة. شو ما بدك نقي. ليه ما بتاخذ من هون مثلا؟ من هون؟ شو بدك؟ أنت شو طالع عبالك؟ أنت شو طالع عبالك؟ أعطيني مثل ما أنت بدك. بعطيك؟ إيه؟ من هون؟ من هون؟ هول ما بحبهم كثير. اسمع لأقول لك شو بدي أعطيك. يلا خلص ما مثل ما بدك، ما كثير بحبهم أنا هول. هذا مش طيبين كثير. من هون؟ يلا نشوف. يي بدنا هيدي. يا الله معلش لك بايدي مغسلتها. اوكي شو 300 جرام بلا كيلو؟ قد ما بدك. خلاص انا بدي. يا 10,000. عم كلك ذوق. هلا انبسطت فيك كثير عن جد. انا مبسوط فيكي. هلا تاخذي مثلا تحسبي هودي مزبوط وخذي الباقي لإلك. وهيك رح اعمل انا هيك. هلا كيف بدي اطلع؟ لا فيك. عمي ميرسي كلك ذوق. مسيو حضرتك طلعت كثير كريم. طلعت كثير كريم وانا رح اعزمك هلا. يا خلص ما عجبتني هاي الان. سوري مسيو حضرتك بدك هاي اول مره بتاخد او دايما بتيجي بتاخد؟ دايما بتاخد من هون. غليت بس هيدي. معلش؟ لا ما عم بشتغل بارت تايم. لا 25. ها؟ نعم. عن جد ما عم بمزح. المحل بيخسر بظهر يعني. ليش؟ ولو مسيو هلا كرمال 20,000. طب تعرفوا عن جد عم عن جد عم يدور ولو يحيى الكاميرا هونيك. مرحبا هنيك. غريبة؟ شو غريبة؟ غريبة حلوة الغريبة. من وين أصلي هيدا الحلو؟ هذا حلو عربي معروف. مرة ماضي جيت أخذت كمان. غريبة. هيدا قصدك؟ هيدا؟ لا مش هيدا. حطيتها كبيرة بتجي. أي وحدة بتعرفيها أنت شو سامعة فيها؟ لا لا مرة ماضي أخذت منها. حبتها كبيرة. هاي؟ لا لا مش هلا يمكن نحن مصغرين الحبة. لا لا مش بتدوقها بتشوف؟ دوقها بركي. ها هي. لا لا مش هي. دوقها طيب. هي موزان قبلي كنت أول مرة بتشوفها. إيه أول مرة. طب ولو شبور بخاطري بدوقها. شو؟ ها هي. طب خذ من هاي ضروري تاخذ هاي. حتى كثير في ناس ناصيني عليا يعني. شو بدي أعمل فيك هلا؟ هلا مش حط من محل إذا ما أعطيته محل. شو بدنا نعطيه غير شيء نفس المنظر بس غير طعمه؟ جرب اسال صاحب المحل انا اخذت منك كذا مره. ما هو منه هون بس يعني بيضربنا اذا عارف انه حدا فل ما اعطيته طلبه. طب جرب اسال حدا.
ما هي كمان صديقة تشتغل. وهذيك مرة الموزات كانت هون بدري على الصبح. طب بركي بتاخذ كيف موديلها؟ كيف طويلة عريضة مثل البطيخ؟ لأنه كيف؟ لا عم تمزح معي هلا؟ كيف بقى تشبهني؟ حلو بيشبهني؟ الموزيل اللي عطتني اياها. فكرت هيك. طب شو بقى نعمل؟ خليني اعطيك غير شيء. انا بصوني علي انا. طب خذ لهم غير شيء، قول لهم ما انتبهت. كثير كثير طلعوا طيبين. شو بدي اعمل هلا؟ تنطرني شي ساعتين بس تنخبز لك اياها؟ ساعتين. شو في مزح بيناتنا يعني؟ مش عاجبك فيلم ما تشتري. شو عريجي عم طب ما انه هون صاحب المحل. شو رايك؟ شو بدي اعمل؟ فيلم من دون روح شوف غير محل. في يحكي مع صاحب المحل؟ ما انه موجود. ما بدي ابيعك. مدام قبل كانت موزان مو عارف ايه ايام كثير كانت لايقه يعني ما عرفنا عم تحكينا بالطريقه. لانه انت غلطت معي. مش كنت اشتغل قبل بالحلو يعني؟ كنت اشتغل اخبز اول شيء، هلا رجعنا على الحلو. الخبز اذا بتعرف اياها. اول مره بسمع فيها، منين جايب لي اياها هيدي؟ بسوق الحلو كله ما في منها. هالنهار من اساساته هالنهار انا عارفه انه خلص هيدا اخر يوم لإلي بالشغل. جاي تشارعني هلا كمان شو كنت اشتغل؟ لك قول شو بدك تخبره صاحب المحل؟ شو عم تهددني يعني هلا اخر النهار؟ دعسها كلها. حلو والله خي فل ما بدي بيعك. فل ما بدي بيعك، الك معي شيء؟ انا ارجع ايه بس لك ما بدي لا اعرف ولا اعمل. اللي بيشتغل بعد نعم هاي بس شو بك تقتليني بأكسواي؟ لا ما هيدا من الساعه الصدمة هلا. لا لا رح تعرف ما بقى حدا يروح عند مطلع فين عمون بدك ايه؟ هون هالنهار معانا شو الزبونات؟ شو بك مسيو؟ مش عم بحكي معك الك مسيو تعال هون عمول معروف. ليه مين بيشتري؟ محل بيشتري؟ معود يعني تاخذ بركي بيأذي الجسم او هيدا. اوكي كلكم عنك كلكم؟ ولادك؟ لا ولاد لا لان حرام من صغار كمان مرتك عندها سكري؟ قصد لك بس منك ناصر؟ ايه عم الرجيم طلع تجي صليب مني لا زعلتي ها؟ عن جد كم وحده بدك؟ بقصدك لا لا لانه حرام حرام بعدك يعني بعدك صغير مش انه قد ايه حضرتك 80 سنه عمرك او 87 والله يخزي العين اسمع الله شو بتريد غير؟ ماشي بس هو؟ ولو هلا معذب حالك كل هالمشوار كرمال تاخذ هو؟ شفناك شو؟ هلا بيقولوا ما عرفت تبيع، هاي بقلي جمعة قاعدة. ولا بكره بنقول له خلص أحسن وحدة أنت. عن جد إذا شفت صاحب المحل بتقول له هيك؟ خلص. لأنه بكره بيقول لي شو عم بتبيعي لي خبز؟ شو أنا بدي وحدة تبيع خبز؟ لا. ما بدك حلو؟ لا. طيب 50,000. تفضل. 50، أعطينا 20 ب 20. خي بلا الخمسة، هات 40,000 من دون 50. صاحب المحل شو بدي فيه؟ ما أنا رح آخذها فل. إيه؟ أنا رح آخذ مصاري وفل. وين صاحب المحل؟ وين؟ وين صاحب المحل؟ إذا بدك تحط لك قصة عن فرجينا قصة. أيوة قصة. بعد ما شفنا رولا الشهية بمحلها الحلو، خلينا هلا مع فريق بلا مزح.
بتصح حبيبي. شو كل سنة هون؟ على طول على طول كل سنة. والله كيف هالحلوة يا هيك؟ من إن البلدية؟ يلا ماشي الحال. دوق حبيبتي دوق. طيبتي اللي بتعملك أكتب حلو. حلو يلا. لو جاي على الدار كمان كل شيء تخمين. لا اسمح لي بس منه نضيف. بتعرف ايه؟ عم برش العالم. شفت الزلمه ياخذ 2 كيلو ونص؟ بركي مالك عايز سبيل الزلمه من بطاطا وبالزيت. دوق شيء غير دوق شيء غير حياتي دوق شيء. هدول لا لا دوق دوق هذا اللي عم فيها طعمة بطاطا مقلية. بركي هذه طعمة غير شيء، بركي على طعمة سمك إذا هذيك بطاطا. شغلنا نحن بس حكاية لك. يا ريت على سمك على سجق 40 سنة بالمصر. شو بك؟ أنا صحية شريف صحية نحن. شو بك؟ شو صار لك؟ موجوعة. شو طعميتها هلا أنت؟ طعميتها زين أكلت. كيف هلا أكلت حلو من عندها؟ بلا. يا الله ليش؟ عندك شربة مي شيء؟ شربة مي. طبقتني دايخة. روقي 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 بسرعة بسرعة الله يخليك. عم شو طعميتها في عارف؟ شربي شوي شو بقى عم تدفي؟ ليش شو صار لك؟ ما حدا وزن عليك انا على طول بجي لعندك بس انه معقولة هيك؟ شربي شوي تعمل مي معوكرة كمان شو ناوي روح المستشفى؟ بدنا نشربها هون هي ما تشرب مالي هلا قل لي انا شو بعمل؟ شو صار لك؟ خيي ما حدا وزن عليك ليه بس خل شربها ما بروح ما بدي اشتي حلو شو طعميتها يا عم؟ هلا لا يا عيني هو تاكل لا هو تاكل ليك حرام ليك ما اكل ليك حرام ليش ليك حرام؟ خطيبتي ليك ضوعها شوي صغيرة هو تاكل ما اكلت شيء يا عم ما حدا ياكل من عنده اوعى اوعى تاكل والله اوعى تاكل ما تقول والله اكلت لحول هيك هي الشقفه يا استاذ عم بقول لك روح على شغلك روح 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 حدا ياكل من عنده شيء اوعى ما حدا ياكل من عنده روح على شغلك يا عم ما حدا ياكل من عنده اوعى اوعى الله وكيلك بدك ياكل من عنده اوعى تاكل من عنده اوعى حدا ياكل من عنده وين هو الدرب هون خلاص يا حلا ما في حدا مني اوه 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 لا 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 الحكي انا اكلت من ما كنت تجي روح قلت لي عني بدك تجي لحظه الله شو بقى لحظه خليهم ما تاكل شيء من عندك انت بدك تقتلني انت اكلت من عندك قدامي ما اكلت شيء اكلت شافه من عندك منهم طيبين وما تعيط ما طيبين الله ما عاد ولا شيء بضاعتك يعني والله لحول هيك البنت بالمروج 25 طن حلو ايه ومعي رخصة كيف عم تقول تسممين؟ بدي موديه علي هلا يعمل نصب بطنا شو عم تعمل لهم؟ والله على شغلك عم بقول لك هلا من بدك تشعلك هلا هلا طلع بهذا البانيو في كاميرا عم تفتحوا معك مش بلا مسج عم تفتحوا معك دوقي شو فيها ان شاء الله تكون طيبه تعجبها يعني خذها الزينه منها شو ثوم قطوعه ثوم لا لا
شو قصتكم؟ معقول هيك؟ شيء معقول ملح و ملح وحار وفوق. شو عاملين بالمطبخ اليوم؟ شو القصة؟ شو عاملين ممتازة هودي كل العالم تقصدنا لهون. طيب ليه طعمتهم هيك؟ ما بعرف بدكم انتوا شو ياكلين؟ بعدنا بلا طريقة نحن ما تروقنا. معقول الملح؟ ما هي ذوق ذوقهم ذوقهم. معقول؟ طب تعريف مثلا ذوق من هيدي هاي ايه بين عليها حط لا يا ابيض بين حط عليها بهار لقيتها او لا خد شيء غيره ايه بتعرف هيدي هيدي اول وحده من هون هات لنشوف هيدي ده اللي ورا اللي ورا ايه شو فيها هيدي لشوف يا حلو منظرها بناخذ ليش منظرها هي ما بتشهن واحد شكلها لا ما بدي هيدي ما بدي تعريف خليني ادوق هاي العلايا قلب جايين تشتري ولا جايين تطري يا مسيو نحن جايين نشتري هلا بدنا ناخذ جازينه ساعة توم دوقهم شو بدي دوقهم جاتو انا بعرفه انا حامله وانا جاتو عامله اعطينا هيدي لنشوف بجوز هيدي منيحه اللي مايد عليها لوف هيدي هونيك هاي بدكم تشتروا انتم مش اكيد بدنا نلعب معنا شغل انا شايفكم هيك عم تلعبوا احنا جايين من اخر الدنيا قصدينا ناخذ شغله بلا دوار قالوا لنا جاتو كثير اللي بتعملوه طيب في زبون بالعالم بفوت بيعمل هيك شيء يمكن اللي عم يعمل الجاتو تغلبط حط ملح وبهار مش معقول انتم مدري شو عم تعملوا دوقهم شوفوا بيعتهم هيك ملحين ليك شو فيها ملح انتم مبين على وجهك انها مالحه ليك كيف الصوت انا مبين على وجهي منكم بس طب ذوقنا هيدي بس نشوف بركي بناخذ من هاي شو هي خلص نشوف هاي هيدي هي ايه قطعه منيحه شكلها حلو ان شاء الله تكون طيبه ان شاء الله ليلى دزينا خدنا هالمشوار كله شايفه دي لنا هيدي لنشوف هيك نشوف هاي شكلها حلو ايه هيك ادب كيف بصل رح تطلع تعمل تعملي بصل معقولة؟ بدي اشرب عمول معروف شي كباية مي يعني مفكرين حالهم عم يعملوا تبولة أكتر شي البصل على الوش حاطينه ليك هون في بصلة شو السبب غلطانين بصل وحر وثوم؟ ليه؟ بس يا هيتكم انتم ما بدكم تشربوا والمي ليه طعمتها هيك؟ ملي معروف شو ياخذ من غير محل ملي معروف يا روح طيب يعطيكم العافية استاذ زفير شو خيي؟ ما معروف فعلا هو ما عندنا شيء للبيع الله معكم ما اكل ليهم ناكلوا الجاتو بصل هلا هو نزعتهم ما لاقي نزعتهم يعني شو انتوا طعم التمر بصل وحر ومر وملح ومدري شو ما بصير هيك الجاتو حار انت هيك الجاتو حار تدفع حقهم هلا بتحاولوا ما اكلتوا ما بصير احسن لك ما تاكل اكل وبهدله اشتريته مال معروف يا اخو اكلتوا اللي ادفع حقهم شو انت بتبيع جاتو بحر وبدك حقهم لا حر انت محرحر انت محرحر مدري شو اكل طب اسأليها وانت من شو اكله بعدنا ما اكلين بلا ما بيصير انت مشي يا عمي بعدنا بركي اذا بتريد عم بقول لك بدك تدفع حقهم ما اخذ منهم اذا بتريد بدك تدفع حقهم ما انتوا ما بتاكلوا ما بيصير هالحكي هذا ما بيصير انت انا دقتهم ملحين وحرين وكانوا طبولة والله هاي روح يا عم بس 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 في الكاميرا بس لا تنسوا معنا التعب ابقوا معنا وانتبهم حتشوفوا منا العجب حتشوفوا منا العجب حتشوفوا منا العجب ايش هل انبسطتوا معنا ما تشوفكم جمعة الجاية بحلقة جديدة باي المغلاية